بعد ادخالها البلد في عزله اقليميه ودوليه بسبب الحرب التي تشنها، تتجه ميليشيا الحوثي والمخلوع ايضا الى عزل المواطنين في البلاد من خلال التضييق على الخدمات العامه واهمها خدمه الانترنت. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم ليصبح فضاء مفتوحا، عمدت الميليشيا من خلال شركه يمن نت الواقعه تحت سيطرتها الى الغاء ساعات التنزيل المفتوحه في باقات الانترنت الذهبيه، تصرف من شانه الحد من استخدام الانترنت في اليمن. ما سيلحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج إلى سعة أكبر من هذا السقف. يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ابتزاز مادي جديد للمؤسسات والشركات التي تعتمد كلياً على خدمة الإنترنت في إيصال خدماتها للجمهور. بدورها أدانت جمعية الإنترنت في اليمن الإجراءات التي اتخذتها شركة يمن نت معتبرة أن هذه الخطوة ستشكل عائقاً كبيراً للتنمية في البلد. الذي يمر بظروف اقتصاديه واجتماعيه صعبه للغايه مطالبه الشركه بالتراجع عنها والعمل على تحسين الخدمه التي تعاني مشاكل عديده